راه ما نشدش الدري، لا ما كانش حل المدنيه تاعو وراقي كاملين، راه والله ما نشدو، والله ما ندخلو مازال عندي. نهار الاربعاء ان شاء الله من اللي غدا نمشي، الا ما تخداش القرار النهائي في ولدي اشنو كاين، راه قسما بالله لا ديتو من المحكمه، حتى رئيس المحكمه يعيط على باي جدي. علاش انا مجوجه بيه وغنولي دايره تبوت النسب، تبوت النسب ديالاش؟ حيت النهار الاول دخل دارنا ماشي تلاقيت معاه في الزنقه، راه ما فسدت معاه في الزنقه عباد الله، راه ما بركت معاه في قهاوي، راه ما بركت معاه حتى في شي قنت، هاد السيد راه خداني على سنه الله ورسوله. السلام عليكم، انا السيده نائم اللي واخدني الضابط، انا اللي مر الضابط بالشرع والقانون، اللي النهار الاول دخل من الباب ما دخلش من الشرجم، واليوم صدر حكم في الملف تاعي، يعني الحكم اللي صدر راه ما غيعجب، ما غيعجبش خوتي المغاربه، ما غيعجبكمش، حيت ما عجبنيش انا باش غيعجبكم نتوما، حيت 9 سنين وانا كنناشد، 9 سنين وانا كنجري، والحكم اللي صدر اليوم هو بتبوت النسب. كيقولوا لي بان تأيد الحكم ابتدائي واستنافي، تخضى القرار بتأييد الحكم، كنسمع انا بتأييد الحكم فرحت شوي يومين كدوني ملي قال لي تبوت النسب ولي تخضى في قرار ادريس. اليوم خوتي المغاربه انا تأييد الحكم تاع تبوت النسب ما عندي ما ندير به، انا تبوت جوجيه وراه ما كنتش باغاها باش يتبد الدري بتبوت جوجي وتبوت النسب يتحط الدري في الحاله المدنيه، والله يعاوننا عونو، انا ما عندي ما ندير به، راه لحمي ما يتخيطش مع لحمو. ولكن اليوم كنشوف انايا بان ما كاينش هاد السيد، قبل تلاقيت معاه نهار 2 وكيقول لي تبوت النسب هو اللي غتاخذي، لكم بغيت تبوت النسب كون خديتو 6 سنوات ما نوصلش للمحاكم، كون خديتو بينو بينو، كون بغيت تبوت النسب، حيت انا هاد السيد ما ملاقيش معاه في الزنقه باش غندير تبوت النسب. هاد السيد راه دخل وسط عائله، دخل وسط دارنا، خاطبني بصداق، عندي لفيف عدلي، عندي اشهاد على هاد السيد، عندي شهود اللي تبتوا في الميل في النهار الاول، يعني عندي ما يفيد، ماشي انا كنجيو كنهضر هكاك دابا، ولكن اليوم تصدمت في الحكم اللي القرار اللي اتخذ في الحق تاعي، تصدمت فيه، ما عرفتش كيفاش هذا القرار اللي خداو اللي عطاوني، ما فهمتش انا كيفاش، ما فهمتوش، ولكن الحمد لله عندي واحد الثقه كبيره في رئيس المحكمه، خاص عنده قال لي خدا جاب الملف تاعي باش غيطالع عليه عاوتاني ودار معايا حتى الاربعه، عندي ثقه كبيره فيه دابا، الا ما تخداش القرار تاعي بجديا بتبوت جوجي وتبوت ناسب كيما تخدا الحكم ابتدائي واستنافي، هاد السيد عيا ما يتماطل، عيا ما يتماطل وعيا ما كيجري، ولكن لا جرى وتماطل راه عرف راسو علاش كيجري وعلاش كيتماطل، راه عارف راسو اللي يكون ما عندوش نفوذ وما عندوش ما عرفش راسو واصل، ما غيقولش لي نهار 2 فاش تلاقاني غيقول لي ورتبوت النسب لا تاخذي بغيتي ولا كراسي، هاد السيد غيوسخكم بالعربيه تاع عرابس، راه غيوسخكم هاد السيد، علاش؟ حيت انني عندي حكم ابتدائي بتبوت جوجي وتبوت ناسب، وعندي حكم تخدا تأيد الحكم استنافي بتبوت جوجي وتبوت ناسب، واليوم راه ما بغيتش شي حاجة اللي غتوسخ محكمة على قدها، على واحد، راه لا يعقل يا عباد الله، راه لا يعقل، راه باش ناخد أنا تبوت ناسب وغنشد هاد الدري، راه ما نشدوش دقيقة، ملي هو باغي تبوت ناسب، راه هو موالف كيربي الولاد بورقة. وانا بورقه راه ما نشدش الدري، لا ما كانش حل المدنيه تاعو وراقي كاملين، راه والله ما نشدو، والله ما ندخلو مازال عندي. نهار الاربعاء ان شاء الله من اللي غدا نمشي، الا ما تخداش القرار النهائي في ولدي اشنو كاين، راه قسما بالله لا ديتو من المحكمه، حتى رئيس المحكمه يعيط على باي جدي، حيت هو اللي بغى قرار تاع تبوت النسب، ياخذو يزيدو على داك الدري اللي عنده مربيه، يزيد هذا. علاش انا مجوجه بيه وغنولي دايره تبوت النسب، تبوت النسب ديالاش؟ ديالاش اخوتي المغاربه؟ انا النهار اللي خرجت عندكم وبوجه مكشوف كنقول لكم انا راه ما خايفه
لا ما خايفاش، كنخاف من اللي خالقني، انني انا نمشي بالمسطرة لاخر نهار. كون خرجت سيدة لاضيئين، حنا لاضيئين زدناها عباش نزيدو نثبتو فوق من الشهود وفوق من لفيف العدلي وفوق من الاشهاد وفوق من كل شيء. حنا زدنا لاضيئين عباش نثبتو باش يعرفوا المغاربه شنو كاين. راني خرجت ما خرجت عارفه راسي علاش خارجه، وما باركه عارفه راسي علاش باركه. بغيت انا هذيك الساعه كنا ديروا اي حاجه باش تخلو حتى المغاربه حتى هما يعرفوا اشنو كاين، باش المغاربه يعرفوني اش هاد الدري ولدو ولا ماشي ولدو، ولا معدود ليه هو يربي الدراري من الزنقه غنعطيه. بغى يدير لها الدري توا تبوت نسب بورقه، بورقه لا انا ما كتفيدش، ورقه ما غتفيدني بوالو. حيت النهار الاول دخل دارنا ماشي تلاقيت معاه في الزنقه، راه ما فسدت معاه في الزنقه عباد الله، راه ما بركت معاه في قهاوي، راه ما بركت معاه حتى في شي قنت. هاد السيد راه خداني على سنه الله ورسوله، كان كيقول لك انا دافع الاوراق لمديريه الامن اللي فين بقات الثقه مديره فيه، اللي كون ما كانش بحال ما هكا راه ما نزيدش انا وياه خطوه واحده. وتا اليوم انا عاد درت بوجوجيت وبتناسب باش تنسب داك الدرب بحال المدنيه تاعو بوراقي كاملين، والله يعاوننا عاونه. انا راه ما عندي من ندير بيه، راه اللحمه ما يجيش مع لحمه، راه واخا يخيطوا لحمي مع لحمه عمري ما نكون ليه مرا، باش يعرفوا المغاربه اشنو كاين وباش يعرف حتى هو اشنو كاين. راه ما غدا مع عمري نقول لك. ودابا من هذا المنبر اللي كتشوف كتشوف فيا انا دابا كنهضر، جدي ولدك عاش يديه باش ناخذ انا تبوت ناسب، راه ما هي اللي ما تكونش ليا. اذا غدير تبوت جوجيه ولكن القرار كيبقى في يد القانون. دابا انا ملي دخلت عند وكيل العام، ملي دخلت عند رئيس المحكمه بقى القرار عند رئيس المحكمه هو اللي بقى في يدي القرار. الا ثبت تبوت جوجيه نشد ولدي على راس وعينيه، كي شديتو دابا 9 سنين ونزيد معاه، ما تخداش القرار راه ما غنشدش الدري باش يعرفوا المغاربه اشنو كاين. حيت انا كون باغا الطمع وكون باغا الفلوس وكون باغا بزاف تاع الحوايج. النهار الاول كراني خديت مع عنده الفلوس، ملي كان يقول لي نشرك برط ما نشرك حانوس ودري نديرو تبوت ناسب ونحط لك ولدك، ونحط الدري والدري ولا الدريه اللي تزاد غنحطه ندير لي وراقي. قلت لي دير تبوت جوجيه. ملي مشينا دخلنا الفصل تاع تبوت جوجيه جمعت انا الوراق، كنتسنى هو يجيب الوراق ما جابهمش. واليوم الحل كله في يديكم المغاربه. انا ما غنقول حتى كلمه، اللي خارج ارض الوطن داخل ارض الوطن، باش غيكون تلاعب في هذا الملف راه هي اللي ما غنتقبلهاش وما غتدخلش للدماغ. يعني الحق تاعي ناخذه، حيت عندي ورقيه، عندي الاحكام تاعي، عندي كل شيء ثابت. الاحكام اللي كانوا عندي بابتدائي واستنافي وكل شيء هما اللي بقاو عندي دابا. هذا الشيء اللي بغيت، وكنشكر المنابر كاملين اللي ساندوني ووقفوا معايا، وباقي مازال يساندوني المنابر، وباقي مازال يزيدوا، وباقي مازال يزيدوا حتى نهار يتخذ القرار الحسم الاخر في الحكم سعد دريس. اما هذا الحكم ما كيعجبش، ولا عجبكم نتوما المغاربه التعليقات كيبقى لكم نتومايا، القرار كيبقى للمغاربه. انا ما نقول لكم حتى كلمه، اذا عجبكم نتوما هذا الحكم راه انا عاجبني.